السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. ايرين، why you come back first؟ how long you stay here؟ 4 years Baba, then now going to 5 and 6. why you did you said you are not coming anymore خلاص؟ no when you go hey لا انت هذه you go to stay 2 months. yes Baba. and she stay 10 days. يسات 10 ايام قالت برد. why? because sometimes Baba I stay I feel تقولي انت ضرت على اليهال اللي في البيت وضرت على البنيات والعيال وما رامت تودرهم وشدنها ابوي صاير بتيرس اجازه 2 شهر وردت ابوي في 10 ايام. غرب الله تجمقواك. يلا ثانك يو. سبحانك يا رب معظم شانك انك تزرع الرحمه، تزرع الرحمه في قلب كل انسان. ترى الانسان الرحوم ما بلازم من الديانه الفلانيه ولا من الطائفه الفلانيه ولا لازم يكون من الجنسيه الفلانيه، اللي في قلبه رحمه في قلبه رحمه، ان كان ابوي عربي بانجليزي فلبيني من اي بلاد امريكاني اي بقعه، الانسان اللي في قلبه رحمه ترى في قلبه رحمه. سبحانك يا رب. ما فيه الرحمه ما بلا لجنسيه معينه او ناس معينين ولا يا رب. شو هالمساوق؟ شيء مساوقين هاي شيء طبيعي كان مساوق من هالمساوق اللي ما يوجه لمراد طالت اعماركم حينه وقت السبوح استعداد لصلاه الجمعه. نرمس خلاف ان شاء الله. ان يترمس مو ما يترمس بعد له حلو قوه. للمزيد من المعلومات اليوم بنكون في انا وصلاح ومنهل بنكون في نادي الفرسان، نادي الفرسان اللي في خليفه الف، نادي الفرسان اللي في خليفه الف مجمع الفرسان الساعه 9:30 في الخيمه الرمضانيه ان شاء الله. 9:30 بنكون متواجدين. والمشكله ان براشد بعد بيصير عمان وحايلت بغيت قال عندي اعلان في العين ومرتبط يعني وياهم ولا بغيت والله يجلس ما ضاع قرب الله هي والله ما نصبر عنه. ما ابالغ يا جماعه الخير، اولا مساكم الله بالخير، ما ابالغ يا جماعه الخير لو اني قلت لكم من قبل 3 شهور ما شيء من هذا موجود، لا شوارع لا ليتات فقط حفر حفاير، كل خندق طوله 2 كيلو ثلاثة كيلو. وفجأة في خلال 3 شهور التحمت هايج الحفر وهايج اللي فر وهايج السراديب هايك الخنادق كلها اللي لايمة وفيها يميع الحصى ويميع الكنكري يميع الصبصوب ويميع التربات يميع الصلابيخ وغدت الدنيا ما شاء الله على ما تشوفون. شجروا الشوارع ورزوا الليتات وسووا الممشى اللي حق اللوادم واللي حق السياكل واللي للمسلمين واللي للسيائير ورصفوا الدنيا كلها وغدت على ما تشوفون. ما في الحاضر مدح، تبارك الرحمن خير الخالقين. الله طارح البركة في هالبلاد، الله طارح البركة في هالبلاد وفي أهلها وفي أرضها في مكتسبات. سبحانك يا رب. ولا في 3 أشهر بقع ما أدري يمكن 40 كيلو في 40 كيلو تغدي هالنمون. سبحانك يا رب، جزاهم الله خير الجزاء. هذا شامبي ورشيد هم اللي متعبلين من هالطرابيل ويساوقون يشتشون ويرتبون ويمتحون ويخيدون ويغادي الدنيا ما شاء الله على ما تشوفون. حينها يشتغلون بس عاد في الليل يشتغلون في الليل يوم بعديهم نص الليل يشتغلوا ولا ساير النهار ما يرمون فقارة يشتغلون ولا رم عزر عليهم. أنا أسكنت خلنهم على راحتهم شو حيخلصوا خطين. هذا الخط الثالث اليوم ان شاء الله بيوصلوا هني الخط الرابع. كل يوم شيء كل يوم شيء كل يوم شيء ما بيلقوا متروخهم وقت ان شاء الله ما خلصوا بيخلصون. شامبي وين وين صليت؟ اي مسجد؟ اي واحد؟ صحابه. هي وين مسجد كشخه؟ انا ما شفتك عيل والله تحت النخل.
لي تخبر ليش نحن مرتبين هالبيبات، مرتبين هالوايرات اللي فوق وهالاسلاك هاي كلها. اولا البيبات اللي تشوفون الحديد يركب من عليهن الشيتات هاي لاك، واما حين الرشاشات هاي اللي حبيت تشوفون عملهن وليش ومتى. هذا وقت نحن مني يخط شهر 4 كل يوم نشق الرشاش هذا لمدة دقيقة أو دقيقتين، كل ساعتين ثلاث، كل ساعتين ثلاث نشق. شوفوا حينها، شوفوا حين على ما تشوفون، إن شاء الله يكون يبين يكون واضح. ها تازم شرات الرذاذ ينزل إلى الزراعة، إن شاء الله يكون واضح. سمع ينسمع، لكن شوف الله أعلم، شوف الله أعلم. ها روحي، أنا بروحي ما أشوف، أنت وين بتشوفون الحين؟ أنا عدالة ما أشوف. شوف الرذاذ، ها الرذاذ يبرد على الزراعة ويغسل، يغسلها وتخليها يغسلها وتبرد الدنيا وتبرد وتبرد لدعنة في اليوم مرتين ثلاث. ها أبدانها يا غير تحر عمرك جالس في صلالة، هذه صلالة، هذه هي صلالة، هالنمونة جو صلالة، رذاذ وبراد وهالنمونة، شيء جميل والله، إحساس فنان، إحساس وايد فنان. ها يا ربي هذا يبوك اللي بيجلس هني ما يبي يصير شرق ولا غرب. ها جايت انك ابوي صلالة لين مدينة محمد بن زايد. ها شامبيه، ها شفت يجي صلالة، صلالة بكبر هيا تنك لين. ها هي والله. ها وقت هذا يشتغل بس نوم تحت هي والله. سبحانك يا رب، جو جميل يستوي، جو عيد الزراعة وتتبسم وتتبهلل وتغدي فنانة وناجحة وفرحانة. هي كل شيء يبالي عناية، كل شيء يبالي عناية، بدون عناية ما يستوي. هذا كله حين 10 دقائق 5 دقائق في اليوم كامل، اليوم كامل 5 دقائق أو 10 دقائق تتشغل بس هالنمونة، دقائق بس من تخرس الدنيا وتبخ الأرض بمبارد، يعني يتلطف الجو، بتعيش الزراعة، بيعيش الطير، بتغلي الجو لطيف، ماشي شرات اللطافة والجو الجميل. ها على ما تشوفون هادو أنا ميلس الحين عبارة كأني في وين؟ في صلالة رذاذ، ها في فنان وما في شراب. اللهم لك الحمد، شير ما شاء الله تبتدي تصير فوق وتتعظم. اليوم بتشوفون تحت هذا، ها أي ركين هذا، ها تشلونه، هذا كله ينشل، هذا كله ينشل ما يتخلى، هذا كله يسمونها سرطانات، سرطانات تضعف، تضعف الشيرة تضعفها. هذا وين؟ في الحمضيات، في الهنبة، وأي شيرة من اللي تباها تصير فوق لا تخلي تظهر السرطانات هذه، السرطانات هاي تضعف الشيرة، الشيرة تبى تصير فوق، تبى تغلي، تسوي يدع، تسوي تغلب بخير بجداك، تازم قوتها تصير تحت وما شيء فايدة. شكرا يا شامبي، thank you very much. إيه ما شاء الله، ما شاء الله جوافة. ما شاء الله تبارك الله. اول سنه بس تنين هبا العام حبتين، والسنه ما شاء الله فضل خير من الله، ها فضل الله وفضلك انت يا شامبي، ها كله بركاتك انت، انت نمبر 1. هذا اللي حين يانا ولد واخرجنا من البلد، ها شوف الشغله، لان ابو محمد احلمه هالكيرس، قلت هذا فيه الخيرات انت، وانا كل يوم جيت وجلست هنا يومات انت ما موجود على انا استعمر مكانك ويجيك الشغل. هي ويجيك يسوي عليك الطلب، جاء طلب من عين علي تو قبل شويه. شو ماله؟ انا اخوه عدد ما بتوحاك انا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مال الحلو، مال الحلو، ايوه شكليت عندك اعلان هناك. إيه؟ الله ييسر امورك ان شاء الله. مو اخبارك؟ اخباري مره فوق انك رقت بعدني عقب ما صليت الظهر، رقت حول ساعتين. زين زين طيحت اي والله، وارتحت عاد ناشح بخير وسهل، تمسحت وصليت تلبست ويت اشوف شقيق الاصغر من النوح مو الكاوي، ولان ابوي مستعد اكو بيحمل سامان وبيتوكل على الله، بيصير ابوي العين والعين بيصير.
ومن العين طالت عمارتهم بيصير وين؟ شيخة البلادين. شيخة البلادين أم الحيول هي اسمها ولا؟ وادي الحيول. وادي الحيول. إيه وادي الحيول شيخة البلادين. إيه بيصير أبوي وادي الحيول شيخة البلادين. تعرف الأول هني في الإمارات شي شيخة البلادين؟ لا أبو محمد ما. شيخة البلادين يزيرة اسمها دلمة. الله. دلمة شيخة البلادين. شو السبب سماي لو شيخة البلادين؟ هي المرفأ شفت دبي حاليا كانت هالنمونة دلمة قبل أكثر من 70 سنة قبل النهضة. قبل النهضة مستوت النهضة تحولت الدنيا أبوي كلها في دبي في العاصمة في العاصمة ودبي وباقي الإمارات غير تختلف خلفة الموازين فانتقلت أبوي الدنيا كلها جدا المدن ويقول لك عيني شراب وضبي ما شافت العاصمة ومركز الدولة دول نعم نشهد أزيدك من شعر بيت نعم. إن أبو ظبي أو بالإمارات بالأحرى كلك كل ما حد شد ياود وياها وزبن فيها أو قضى ومضى أو ابتدت تجارته أو ابتدت حياته أنت شوفهم أكبر عظماء حاليا تجار الكمبانية الكبار اللي في الكون كل نشأتهم من هالبلاد الطيبة كلهم تأسيس ثروتهم ابتدى من هالبلاد دح على لا تأسس بعد أكثر عن شيء أكو كرسي العر لا 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 كرسي البيزات وأنت قطع عين عني أجيب يومين ثلاثة وتقول لي ظهر من البيت لا لا بيقولون بيانا ولد وخرجنا من البلد 5% كل شيء حالي بالنخ الحين أصبر الحين أنت اليوم بتوكل متى بتي باجي يوم الأثنين اليوم شو من الايام؟ اليوم كل ما ابها كل السبت ولا حد من هالاثنين انا هنا. اليوم الجمعة. هاي ما ابها. انزين السبت والاحد. الاثنين انت فطورك هني؟ ايه ان شاء الله. ان شاء الله اذا رجع لنا الحين. تمينا ما نصبر عنك يا ابو راشد. ولا انا اصبر عنك. ايه والله. كي كنت حافظ بعلي غرفني. شو؟ مالح. هناك تعشاف العين. لا بت بت. ويحط لها ريس. زين من داخل العافية يا ابو راشد. من داخل العافية. يسلمون هي طعم ام رشود من هريسنا هي كلهم بيوكلوا البيت كلهم صليحة العافية ان شاء الله مع السلامة يا ابو راشد مع السلامة في حفظ الرحمن يا توكل عنك الا مو اسوي ما باليد حيلة يوم الاثنين الاول الله نفطر ان شاء الله توكل على الله انا عمر الله يحفظك ان شاء الله في ذات الرحمن الله ييسر امورك بعد ايه تعال براشد تعال تعال يبونك ما ودنا بفراقك يا براشد خلنا شو نسوي ما باليد حيله هذه خليه وهذه ما فيها شيء وداعة الرحمن سلم على العرب اللي انت بتفطر عندهم وسلم على اهلك وسلم يوصف. وسلم ابوي على فريجه يا كلب ترى العقب اعترف لي قال لي وين بيفطر عقب اعترف لي هرب الله تكنت ماروم ابو محمد بعدك حل عين وخلي عين لا توكل على الله باذن الله اختلت لي ابو بغى كل شيء يلا هذا مطرش يا ابن فيصل طرشت لنا اختي خديجه هذا يبون من السودان يسمونه تبليسي اعتقد تبليسه او تلبيسه او تبليسه هذا خفيف هذا نوع من انواع التمر الهندي او الصبار اللي كانوا يبون بس من السودان هذا يغسلونه ويودنونه يودنون بماء بارد ويحطون وياه شويونة كستر المحلبية محلبية ويحطون وياه شكر عادة ويحطونه ويشرخونه بالمشراخة لين هذا هاي الماكينة ويحطونه في غراش جي كل شياته ويشربون من طرفه في الوقت رمضان لذيذ 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 طريقة ما تخيلونه يلا Thank you. وين صلاح ها اي لا شوف فطور خلاص سير تعالوا لان اليوم بنصير هذا نادي الفرسان خيمه رمضانيه خليفه الف وانت منهل وصلاح يلا شو اخبارك خير الحمد لله علومك خيرك الحمد لله كل شيء زين الحمد مبسوط لله. انت صديق هني شامبي ايوه ولا صديق بس لا صديق مال شامبي ايوه شامبي واجد قرقر ولا زين لا زين تمام ما في قرقر واجد؟ لا لا ما يسوي غنية؟ لا 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 ما يغنيك اليوم؟ لا 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 غني لارارو لارو لا ما غني والله شيء بس أنا سميت بارها كل شيء زين؟
مبسوط داخل الامارات؟ انا الحمد لله. الحمد لله. شو اسمك انت؟ عيسى عبد الرحمن. عيسى بن عبد الرحمن، والله والنعم. ايوه عيسى عبد الرحمن من مكران. مكران، عيسى عبد الرحمن بن مكران. ايوه. والنعم. عيسى كم عيال عندك؟ خمسه. كبير صغير؟ كبير. كم عمر؟ واحد عمري في 21. اي. وواحد في 20. اي. 19 واحد. اي. وفي واحد صغير. اي. صغير كم عمره؟ هذه 3 سنين. جديد حرمه جديد ولا حرم اولي؟ لا والله اولي، حرمه اولي. لا كم عمرك انت؟ عمر مالنا في 45. والله بس 45؟ انا اكبر منك؟ لا اله الا الله. لا لا. يا ربي معقوله؟ انا ما تسالك حد الا انا اكبر عنهم. انا عمري 45. انا عمري 60. 60. 60. هذا ذاك الباسبورت مالنا في عمري سجل 60 بلا، وهذا مال كمان داخل يجي هذا 47. ايه. عسى في الجواز 47. لكن لا. ها. هذا آه الجواز 60. جواز 60. ايوه. آه. في عمر مالنا 45. 75. 47. 47. اصلي 47. في الجواز كم؟ 60. يمكن جواز صحيح، انت غلطان. يمكن انت فاهم بالمجلوب. الصدق 60 والكذاب صحيح يمكن 60 وهذا غلطان 47 ولا عكس. ولا هو هذا سجل باسبورت. انت شو تقول؟ فاميلي مارك شو يقولون؟ في فاميلي مالنا اه شو يقولون؟ وين صحيح 47 ولا 60؟ لا في فاميلي مالنا في موت. يا كل موت. اه يا بابا وامي. الحمد لله من زمان موت حق الله يرحمهم. تسوي صدقه عن من لا الحمد لله. تسوي صدقه. ثانك يو. اسمك شو؟ عيسى عبد الرحمن. والنعم والنعم. شكرا يا عيسى. شكرا. يلا مع السلامه. يا شامبيه شامبيه سوى. قول يا شامبيه اصقر. قول لي شامبيه يسمعها. يقول شامبيه بعد مره. شامبيه بعد مره. لا ثلاث مره ورا بعض. شامبيه بعد مره. شامبيه بعد مره. بعد مره. لا ثلاث مره ورا بعض. يلا مع السلامة. السلام عليكم. وين؟ أربعة توهن يغنن. مينا حليل الأول هاي يبيعونها اللي في المينا وحين مكبودات في الشوارع. عيلان هنت والفن خاري وعيلان ولا زقرار بيعاتن اللي حومة في السماء ولا هاي يابين هنتاجر. سمعوهن شوف سمعتوا صوتن يا ابن هنتاجر وفتشن ولا فتشاتن هن الحكومة ولا شاردات عن هلهن. ها حاشرات الدنيا واو يحسن. هي والله شالات الفريج. لا اله الا الله. اسميك الخضرة المكان الخضر يجلب بذله بالسعادة يجلب الطيور يجلب التغريد ويجلب كل شيء فنان. الله ملك الحمد. هذه الله يحفظكم غنية غنتها ذكرى وغناها صالح خليفة وغنوها العديد من المطاربة. لكن الأساس هي سامرية وغنية من غنية حياة عاش المرضى. كل اللي غنوها ما راموا يصيبون الهدف حتى حياة ذكرى رحمة الله عليها. لكن بسمعكم مقطع بالصوت الأصلي اللي هو أول ما غناها عاش المرضى قبل تقريبا 43 او 45 سنه. صوت جميل سامري جميل اسمها ابشري يا عين يا بولي خبر. ابشري يا عين يا بولي خبر. ناظري مسجيني ما دم الشهر. ناظري مسجيني ما دم الشهر. عذري
حسيت سر الناظرين ضحكه بس السر الناظرين هذا وينو اللي ضحكتي يا ابوكم سر الناظرين الحين ضحكتي يا ابوكم تزيق اللوادب يلا بس عاد بس عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور تقبل الله طاعتكم وصيام من مقبول والله ان شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال الابلكيشن مال طلبات كلكم تعرفون ماشي بيت ما يظهر منه كل يوم 4-5 اوردرات عن طريق طلبات طلبات هو اللي يجيب لكم الاكل من المطاعم يجيب لكم من الصيدليات يجيب لكم من السوبر ماركت من وكل من كل بقعه في الدنيا العودة تطلبون طلب يوصل لكم اياها طلبات في طلبات انت تطلب وتحط في السله تطلب وتحط في السله يا غير اليوم يا ينكم امر يدي دخل طلبات قائمة الطعام طلبت اللي تباه عندك ودونك وعندك خدت حط وحط في السلة كود وحط في السلة وانت تجل في قائمة المطاعم وخدت وخدت ومزرت السلة حقك وحق عيالك وعندك ودونك بيك قائمة المليار وجبة بتي بغيت تطعم 10 ولا 20 ولا 50 ولا 300 ولا 500 حتى تطلب 500 10 مرات ما عليك إلا أنت تختار اللي بتطعمهم البيزات مبلغ 500 وتدفع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمن بي من بات شبعان وجاره جائع ما بالك أنت هاي الأمم يواعة نحن ما بينقص منا شيء ولا بينقص شيء منك الله إذا أنك أنت يوم بتطلب طلبت حق عمرك حق بيتك أطعم وانت تراها موجود في الطلبات ما في داعي تدخل لا برنامج ولا سي شرق ولا غرب هذا في الطلبات وطلبات يوميا ما شاء الله تبارك الرحمن آلاف الطلبات تتيهم فلذلك بل ملايين الطلبات لو كل آدمي يوم بيطلب أطعم 5 ولا 10 ولا 100 ولا اللي الله مقدر انه عليه في أطعم من مليار وجبة بس ترى وقت ما بيتناصف الشهر إلا نحن الحمد لله بلادنا بلاد خير وانتو هل خير انتو هل هالدار بلد خير بلد معطاء وشعب معطاء فلذلك أرجو من الله ثم منكم أنكم أنتم تكثفون في عملية التبرع اللي هي لنوصل إلى مليار وجبة كل الطرق متاحة حسابك البنكي عن طريق اتصالات عن طريق الواتساب كل الطرق متاحة وهذا اللي أنكم عندك طالت أعماركم عندي خبر والخبر جميل وفنان إنسان غاية في الكرم وغاية في اليود وقمة في الذوق والأخلاق والطيب من رجال الدولة من رجال أعمال مشهورين المعروفين اللي شار لهم البنان الله يحفظه ويطول عمرك ما بر وما خبركم عنه وعن شو تبرع إلا من بعد ما تخطف فقرة الأخ العزيز صلاح بن أرمس ويابل سولف أعطونا بس 5 دقائق إن نسولف ويا الأخ صلاح لأن توه جاي ومستعيل صلاح مستعيل بتصير وياي بتصير الفرسان الحين لا بنصلي العشاء بنتوكل على منو هي سر لها داخل سلم عليها ولا الحين هي بتيك الحين بخليها تي بتتدخن وهذا وبنصير عقب نادي الفرسان شو رايك ما ادري اذا ما تبي تصير قول لي نحب نصير الفرسان بس خيمه رمضانيه في كوفي وفي مطاعم وفي بيع وفي مشترى وفي اولاد وفي بنات وفي حريم وكبار وصغار وبحيره ونادي جميل يا صلاح انت نحب نشرب انا الويلتشير انت تعبت تراك بتركب الويلتشير وين ما تعبت تراك بتمشي وياي شو رايك؟ شو رايك؟ ترى ابو راشد صار صار العين قال بينس يومين عند عياله بي شو رايك؟ ان شاء الله شيء تبى منا؟ الخيبة الرمضانية شو تبى؟ أنت خبرني شو تبى؟ كل شيء عندهم كل شيء عندهم شوف بتصير بسيكل دزازة ولا شو؟ دزازة زي بس الكرسي؟ إيه ما بتمشي شوي؟ عشان شوف بخلي فيصل يدز الكرسي وراه زين أنت شفت عمرك تعبت ترى أنا الحين بخلي فيصل خليك تركب على الكرسي إن كنت بخير تراك بتمشي شو رايك؟ زين زين توكل على الله الشخصية اللي اليوم أنا أقصدها وهي متبرعة تبرع وايد كبير ما شاء الله تبارك الرحمن هذا مش أول تبرع لها من عشرات السنين شخصية مشاركة مجتمعية في الأفراح والأحزان في كل المناسبات تشارك
في الكوارث والأفراح والأحزان، في كل شيء يخص الدولة ويرفع اسم الدولة، كإعانة المسكين، وقت الفيضانات، وقت الكوارث الكبيرة، وقت الزلازل، ما يخص فئة معينة، يخص اللي كل اللي على الكرة الأرضية. شخصية مميزة طيبة، اليود والكرم مخلف عليهم، يد من عقب يد، من خوال وعمام ويدود مخلف عليهم الكرم، وصيتهم مغطي رؤوس اليبال، صيتهم في الكرم مغطي رؤوس اليبال، ناس عياويد وحشام الله طرح لهم البركة في حلالهم وفي شركاتهم وفي معارضهم في كل أمورهم وفي عيالهم وفي بناتهم وفي إخوانهم، طايف بكبرها الله طارح البركة فيها. من شو؟ من المدة، من العطاية، من الزكاة، من الصدقة، من كثر ما يساعدون، كل شيء يستوي في البلاد. أول من يشاركهم، من أوائل الناس اللي تشاركهم، فلذلك الله طارح لهم البركة في عافيتهم، في حلالهم، في يسر. والسب شو؟ المعطى. المعطى ما ينفعك إلا اللي تظهر يمناك. سعادة خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجموعة الحبتور، ما بشيء جديد عليه، من يوم نحن يهال من استوينا وثبتنا العقل، وهو هذه مدة يديه، إذا مش أكثر ولا مش أقل، إذا مش أكثر ولا مش أقل، في كل على كل الأصعدة، من يوم نحن يهال لين اليوم. على فكرة ما بالله هو وأهل بيته، لكن حد درى وحد ما يدري، حد يخبر وحد ما يخبر، فكان يخذون رمز مني أنا. الكرم اللي عندهم ما بعند حد، الله يدفع الشر والبلاء عنهم ويحفظه ويطرح البركة في حال وصحت ومال وحلال، يدفع الشر والبلاء عنه وعن عياله يا رب العالمين. فلذلك نناشد كل تجار هالبلاد وكل تجار المقيمين على هالدولة، كل إنسان مقيم على هالدولة، أن يشارك ويكون مشاركته مثل التجار اللي حاله من حاله وأكثر. إيه كلن حسب استطاعته، كلن حسب استطاعته ومشاركة خلف بن أحمد الحبتور بالعشرة مليون، عشرة مليون درهم، هاي مش شيء بسيط، شيء كبير، فيشكر عليه، فكل الشكر لك والتقدير. الله يدفع الشر والبلاء عنك ويخليك يا رب العالمين، يمد بجلك ويمتعك بالصحة والعافية على كثر الخير اللي أنت تسويه، الشيء اللي يعرف والشيء ما يعرف، خفاء وبيان. فلذلك الدعوة هذه أول بادي للشيخ والعشيري واللي عنده، واللي متوسط الدخل والكثير الدخل، واللي ميود، واللي من رب أخلقه ما أعطى بعد لازم يعطي، واللي ضاري على المعطى يزيد في معطاه، لأنها هذه حملة الشيخ محمد بن راشد، حملة المليار وجبة الشيخ محمد بن راشد، هاي حملة تحمل اسم غالي علينا، واسم تبع الدولة، تبعد حكومتنا، تبع دولة الإمارات العربية المتحدة، مليار وجبة. الكل منا والجميع، ما بواحد زد عن الثاني، كل إنسان يوجد على هذه البلاد الطيبة يجب عليه أن يشارك في هذه الحملة، حملة المليار وجبة ضروري على كل إنسان، هذا دين على رقابكم، لازم أنكم أنتوا تشاركون في هذه الحملة، لازم هذا شيء من النفس لازم يظهر. منو منا عيزان عن درهم؟ واللي عنده زود درهمين، اللي عنده زود عشرة وأمية وألف وألفين، حتى مليون، الإنسان مقتدر ما ينكر حال. اتأكدوا أن كل درهم وكل فلس بينحط في هذه المساهمة اللي هي لإطعام مليار وجبة، تروح للأماكن الصح وللشخص الصح وللناس الصح المستحقين، باسم الشيخ محمد بن راشد. ظاهر الفكرة هذه والمشاركة والفكرة هذه كلها من عند الشيخ محمد بن راشد، فهذا مليار وجبة بتوصل للناس المستحقين وعن طريق ناس مضمونين تبع الشيخ محمد بن راشد، روحه واجف على كل كبيرة وصغيرة في هذه المبادرة، مبادرة المليار وجبة. فلذلك هذا الرابط عندكم، فهذا الرابط عندكم، وانتم مسائلين، يا ويله ويا ظلام ليلة اللي ما بيشارك، لا يتابعني حتى. مشروعنا له 8 سنين، مشروع حلويات له 8 سنين، عندهم مكانين فرعين، فرع الأول في جاليريا مول
وفي فتوح الخير يوصلون جميع أنحاء الدولة. شغلهم مميز وترتيبهم مميز، إدارة مواطنة 100% خبره على مستوى وذوق رفيع. هذا بويناتجهم، هذا منتجهم، هذا أول بادي مطرج حق منو؟ حق صلاح. يتحرون بيصير عمره، كتبوا له عمرته مقبولة. وهذا الخالدي ها يحطي له بعد كيكة مقير، وهذه حلول مبروك عليكم الشهر، وهذه بعد مقير عساكم تصومونه كل سنة وكل عام، وهذه طالت عماركم مبارك عليكم الشهر، وهذه اللي قدام شي مبارك عليكم الشهر، وهذه بعد شو كاتبين عليها طالت عماركم. هذه عطية وهدية بطريقة رومانسية، عساك تصوم معاي كل عام، عساك تصوم معاي في كل عام. هاي عدو حرمة مطرش حق الريل، الريل بيكون عليه مناوبة ولا شيات وترم تندبله وين ما يكون. بيتي فورات بنواحة طالعوا في شكل للأعياد للمناسبات هدية ما تصير شيء لاني، وهذه بعد شيء نوع ثاني بعد مقير. حلويات جميلة بذوق رفيع على أعلى المستويات، وهذه بعد كذا الأمثال، وهذه بعد علبة مقير فيها عدة أنواع من الحلويات، عين الجمال وما أدري منو وما أدري منو معمول. هذه علبة العلب فخمة وجميلة وشي شيك، راعيت راعيت شياكة وراعيت أبويها، راعيت أمور جميلة يعني. أما عاد هذيل فهي العادة غير نمونة، هذا اللي بيندب حد حق حد. ها عيبتني الفكرة، هذه عيبتني فوق ما تتخيلون، عيبتني طالت عماركم. أول بادي الورد طبيعي، وثانيا الحلو أحلى عن الحلا روحة، وعادة اللي أشد ودعس هذيلها، هذا اللي تشوفونه تحت ها هادنها أرباط أرباط، هذا اللي بيندب حق مولود ولا عرس ولا هدية، ما يطر شيء لعني ها، ولأنهم متخالفات ها، الربط ورا الثاني، النوت ورا الثاني، نوت ينطح نوت، نوت ينطح نوت ها. هذه يا أبوك بيفرحون بالعرب، حتى لو تباهم يقرضون هالنايلون بيقرضون يوم بيشوفون هالخير اللي تحت ها، شيء ذوق رفيع وجميل ومرتب وفنان، ما حد يطر شيء لعني. البهنسات لابد ولا عذر منهن. أما عاد هذه ها شيء الفخامة بعينها، فخامة بعينها ها، شوفوا تمرية جميلة ومميزة، كوز كامل علبة طولها طول وعرضها عرض، شيء جميل. حجمها مش حجم ضئيل، حجم عملاق تراها. هاي العلبة كاملة من شوكولات مكتوب عليها مبارك عليكم الشهر، شيء جميل يعني، شيء جميل وفنان يعني، من فروت وفيه شوكولات وفيه الفواكه الطازج يعني، شيء جميل. أما عادة عن هذه أبوكم، هذا ليه بيطرش يطرش هالنمون، هذا شيء وايد جميل حلو حلو. شوف الزين بالله ضرب الكاميرا هني، يا ربي يا حي الحياة، ما خلني ذا ريحة البيزات يا ربي، ريحة البيزات ما زين، ما زين ريحة البيزات. ها ندوكم شوف الحجم، هيا بيدخل عليكم حد جايب هذه، والله يا أبوكم خطر علي يحب على راسه وادعي لي طول العمر من قبل ما اشوف، من تطيح عيني اصلا على هاي اصلا، هاي روح هن الحياه، هذا اللي يرن الدم في العروق يخليني يدفق. لا تقولوا لي بنادول ولا ادول، لا تقول لي اسبرين يدفق الدم في العروق، لا تقولوا لي من بعد الأربعين الاسبرين، من بعد الأربعين هالنيطان ابوي، نيطان ابوي اللي من بعد الأربعين يشوف النيطان هذا، هاي هذا اللي يرن الدم في العروق، ما بالاسبرين هذا أبوي، الأسبرين لكل زمان ومكان. اسم الكادو، اسم المشروع لكادو، لكادو، وهو اسمه مميز وترتيبه مميز وحلوياته مميزة وطريقة الترتيب والفكرة روحها مميزة. صلاح ندوك قبر ها، هاي حقك أنت ميوبة، بحقي أنا هاي مالك، هاي جايبينها قالوا ها حق صلاح، تفضل خليني انت تصور وياها، سو تشيز نعم تشيز تشيز ها الله تصورين واحد واضح ها زين ايه. شكرا. اسم على حسب الطلب اللي تبغاه، والمناسبه بعد اكيد على حسب الطلب، وهذا هم تشوفونها كنافه بتشيز كيك وشكل جميل يعني، شكل روحه مغري، وهالبتيفورات انواع واشكال، البيزات على حسب الطلب، كم تبى
تطلب ويحطون لك البيزات، تندب بيزات، بغيت امهات 10، امهات 1000، امهات 500، امهات 200، امهات 50، على هواك الحين مجبل عيد ويا حي ابوي لي ما يبي يعطي عيدي شيلاني، لا هديه وياها بهنسات، هاي عاد اشياء وايد وايد، كل اشياء جميله الله يبارك لهم ان شاء الله. يعني الحين معقوله انتم ما شفتوا صلاح؟ يعني ما شفتوا حتى الاختلاف اللي بين؟ ما شفتوا الضروس؟ شفتوهن؟ شفتوها ركبوهن ضروسه صلاح؟ ما حد قال لك مبروك؟ هالكيكه اللي ميوب ابوي كله هذا بركات منو؟ ضروس صلاح. مبروك يا صلاح، مبروك مبروك. اشوف رابي ضروس تحتبك عشان قال لا شي غلط. ها سوي شي لا صلاح شي كيفك صلاح؟ بس السلام عليكم. بس 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 يلا عدوي صلاح. بس 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 حبوك حبتين. انا ابوك. شو هذا انت حبتين بعد ما بيازل لك؟ لا بس خلاص بس بس وحده ثاني وحده تحبين الاول الحمد لله. هي شو قال عمك؟ ما ادري والله ما اعرف. ابي ادوي محلا بدي ما اقول لك سلم على هدى. لا 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 هدى لا انا بدي بس انا يا ربي يا صلاح لا يديك. بس في عقلكم اني انا بيهون علي اني انا اجسم زيد وعبيد وفلان وعلان واودر عمري اول بدي؟ انا ما يهون علي اني انا اودر عمري واتذكر العرب كلها، وانا هاي اللي فيها الكنافه هي اللي ببتدي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفون شو؟ ها كيس كيكه ظني ويا كنافه. يا ربي ما قهوه قهوه شو لحق القهوه؟ والله انه عذاب اللي ما بيرب هذا غلطان. يبالي بعد يقطيع فنان فنان بدون مبالغه. انا شفتك ما في عورني بطني. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. بعد قول ما بزينه. اشكر فنك. بقى وصلها؟ انت ما يتراوالك، انت في ارض الواقع، انت في مدينه خليفه امام هالمكان وهالمجمع اللي ياخذ العقل اسمه مجمع الفرسان، مكان في منتهى الروعه، العالم المكان كله عائلي واغلب الناس اتي للفرجه وللاناسه قبل الحدث، فما بالك حاليا شيء حدث والحدث خيمة رمضانية عائلية شبابية للجميع في منتهى الموقع والمنظر، من مطاعم ومن كافيهات من ساير ومن ياي، حياه حياه تعج، مكان يعج بالحياة والناس الطيب والناس الفنان، ومكان فنان شلك انت حي وحاي وبيع مسابيح منها فرجة ومنها أناسة ومنها تطميشة ومنها جو جميل والماء والخضرة الوجه الحسن. قبل ما تدخل بهاي البوابة الرئيسية من تدخل مكان مال الألعاب شرق وغرب، الطواجن عدالك والألعاب هناك، وهذا أبوي الحبسي لصناعة الحلوى أبدًا قدامك قدامك، تخدم الحلوى ومكان الشرق وعندك هذا كل شيء فنان عندك ما شيء. مدخل رئيسي، وهذا من تدخل من المدخل الرئيسي يجيك هالريال المغربي هو وطواجنه وامل وماله وزيت زيتونه ودنياه، كل شيء تبون موجود عند هالريال الفنان، وزيت الزيتون المغربي وخلاف ابويك هذا بعد كشك كامل بمعموله وفلافله وغريبته ودنياه كلها، وهناك بعد من غير هاي كلها مشاريع ابوي مشاركه في منو في هالمهرجان الفنان والخيمه الرمضانيه. هذه ما تعتبر خيمة رمضانية، هذا عالم رمضاني عالم كامل. هايش الخيمة نحن بعدنا ما دخلناها، هذا حين الأولي وهذا قسم خاص للأطفال، عاد عد وغلط طالع طمش
تلقطون الضرب والأناسة قرب الحلوة، أي مكان في حلوة بتلقطونها. إلا قال مليان قلبي مليان. هلا هلا هلا، عاش عاش عاش، روح روح روح، ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. أوهوهوهوهو، وانت وين طحتوا بهالغنية الفنانة؟ يا سلام يا سلام يا هاي بوي حلواتهم، حلواه مرة الطابخ ضو ليه بيي ما بي الطعم من حلواتهم، ترى غلطان لا تقولوا ما قلنا لكم. أول ما تدخل من المدخل الرئيسي أيك بوي هالموقع الفنان عند هالناس الفنانين، هل بالحلوة هل بالحلوة الأصلي. الناس يوم يدق الباب، يدق الباب الرئيسي للمكان هذا مكانهم الأصلي. هذا حقينا. يا سلام يا سلام يا سلام، يعنيك تسلم يا سلام. ها الله يبارك فيكم، إن شاء الله يحببكم. ها كل أبوي لا بعسلهم وطوسهم وعيانهم وجدامك، حار بحار حار بحار. صلاح هاي حلوة حلوة، شو رايك؟ بيرتفع السكر يا صلاح؟ بس قهوة؟ قهوتهم وحلواتهم من مرة. ها كرم أبوي هالعمان في بلادهم وخارج بلادهم، أيام أقول لكم حلوهم عليهم غير اللي خارجينهم. أيام أقول حق البنادم بلاك ما تقر، كأنك أبوي حلوة ما تقر الحلوة، هاي يقولون الحلوة اللي ما تقر هاي ما تتلصق في وعاها. هذا شو على ما تشوفونه، هذا يسمون مال الحلوة، هذا الصفر طاسة ما تتلصق الحلوة. سمعنا يعني، يعني هاي الحلوة اللي هي الفنان الناضي، الحلوة الناضي ما تتلصق. ها شوفوها، ها تيول 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 من السمن الطيب والعسل والخدمة الفنانة والطيب، ريحة الطيب. هم طيبين هايين هالعمان وهم الطيبين. ها ما الله 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 الله، كل أبوي هذا عندهم كلهم هالفن وهالطرب وهالأناسة، ما بالك طرب وحلوة. شو خليت طرب وحلوة توالفة أبوي الدنيا كلها حلوة وطرب. لك الحي يحييك، هذه أبوي الحياة كلها من تدخل الخيمة فيك هالأنوار وهالروايح اللي تجننها على ما تشوفون، ما في الحاضر مدح. هذا ها من تدخل أبوي الكاونترات على يمينك وعلى يسارك، من كافيهات من مكانات العطور، عود ودخون وريال فنان، وهذا ها هاي تبع عطورات وهل بالشناط وهل هذا. أنت خاطف وأنت خاطف، هذا 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 منتج طالت عمارك من شركة فيت لتجارة المواد الغذائية والمشروبات، هذا بعد عندهم مال الصمغ العربي وعندهم مخللات، عندهم الدنيا كلها، وهذا الرجال فنان ويستاهل من عنيله، وهذا البوست ماله جزاكم الله. البوثات فيها جميع الأشياء، شيء يتصفف وتعدل وشيء بعده لا تصفف ولا تعدل، ما هو حالهم. هذا بلوم بالتسيري، شو اسمه؟ بلوم باتسري، هذا محل كل حلويات وأشياء من شيفت فنان ما يباله أي كلام، وهذا عقب رقم 8 لبس وما أدري شو كل ما الحريم هاي الأشياء، وهذا بعد كذا وأشياء. ها جاي من تركيا. جاي من تركيا، أنت منين؟ إحنا جايين من القرية العالمية جناح التركي، فاتحين عندكم بخليفة. وأنت زي وأنت سورية؟ وأنا سورية. وش عفتش على سامان تركيا؟ نحن بنطلع على تركيا. أشكرهن سوريين بوي، تطلعون حتى القمر؟ عندي إقامة. عندك إقامة في القمر؟ هلا بك يا ولد العم، الله يسلمك. ها شو بقولكم، ما بتروم تصور من كثر الأشياء اللي عندهم. هذا بغيتها عطورات ومرشات ودخونها رقم 10. مبارك العام اللي بيخبرني عن هالبراند، مبارك شو هالبراند؟ ها الله يسلمك، في جوتشي فندي كل البراندات العالمية بأسعار أوتلت مخفضة في هالستان، أكثر من 75% خصم عليها في ذمتك، ونضمن لك وكلهن كلهن أصليات هاي؟ نعم، ونعطي شهادة على شو من الماركات؟ بلغاري عندك، أبو محمد، جوتشي، فندي، وانت ما يعني ها أوتلت لكنه في معرض رمضاني فوق 75% خصم عليها، 75% خصم معرض رمضاني يوجد فيه جميع الماركات العالمية، 75% خصم. لا تقولوا ما قلنا، النظارات النسائية والرجالية يا بلاش، لا تقولوا ما حد قالكم. ها كل شيء فنان وزين وغاوي ولا شيء شراته. كابتن 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 سر هادو، ها عندك ماركات الدنيا والدين، تنقل ليه تبا
دقيت رزق هذا اللي تبغى لك بيزات حبيبي من الحريم ولا من بغيت خذ حق حرمك وخذ حق عمرك 75% تخفيض على فكره على حسابك والله ما شفت بيزه تحجبها عينك صلاح شو يقولوا لك الحين الجماعه هاي متحاوطين بك اثنين شو يقولون بنودي ويانا البحر تصير البحر وياهم؟ لا بالليل في الليل ما يصيرون صب نجي صلاح شعري شعري جيش جماري صافي خلي ولي صافي وانتي وانتي على اساس عنقلتنا ساميكن الله يحفظك بنية تقول لي بتبغي كلمة حق متابعينها بوي هاي ربيعتكم البنية ربيعتكم من نيته هي هيلة باسم لايم صرار حلاوة واسكريم ما خلت شمس انت من هاك المحل لازم تخفين الله الله يحفظكم شو اسمك انت خالد تعال خالد وخالد اسمك خالد وانا شو اسمي خالد اشكر انك الله يحفظك ما حد فيه هذا هاي هاي الملكة للعبايات والازياء هذا هذا مكان ابوي خاص فنان وجميل وكل ما تشوفونه عندهم ها وهذا بعد مكان بعد على ما تشوفون طورات سر ورده اسمه اشكر فنك كيف الحال ايش حالك ابوي كيف انت تعالي تطلعين تصوير هي. شو عندكم عندنا ثلاثة اطوار بس اوركيد زين حطينا كل قدراتنا في يكتسر الله ان شاء الله يواليك العافيه ان شاء الله ان شاء الله المكان وايد فنان شرح يوم يقول لك خيمة رمضانية خيمة رمضانية انتي شرحة فلذلك هل ما تشوفونها لو بتمشي ثلاث اربع ساعات ولانك تمشي في مكان وايد جميل المكان فنان وشرح والعالم فيه ضويل الهم اول مالها تالي وهذا اللي تشوفونها على ما تشوفونها الكنز الاندلسي هذا كنوز الاندلس كلها جايتكم اشرب شاي زعفراني لا تقول مع السلامة جاني اي لا تقول مع السلامة قلبي وين قلبي اركبني هين قلبي جرح من هذا الكلام شاي زعفران يا سلام شاي زعفران اهلا وسهلا مرحبا ساعة فضل فضل غالي فضل يا شيخ هذا هذا اول بادي صلاح صلاح شاي زعفران يستوي فرحة فردانة اشرب شاي زعفران استوي فرحان صلاح شو قلت يا سلام يا سلام ها شاي زعفران تسوي فرحان يلا بارك الله فيك طالت عماركم ماركة اسمها جود للعطور وليه فيها ابوي هذا جود وهذا اجودي وكلهم فنانين وطيبين وهذا ابوي الكاونتر مالهم رقم 16 وبتلقطون كل شيء عيبكم عندهم وهذه طالت عماركم منطقة مفارش وبرانيس ودواشج على ما تبون اما هذا فركن الدلال والقهاوي على ما تبون دلال وقهاوي وقهوة من سعر بو 20 درهم الى 1000 درهم وعندهم التين وعندهم شيء زين وعندهم هالريال الفنان وهذا يقول لك ليحشه الشرع الكل ياكل تبن فهذا بوي قاموس القهوة موجود وفنان سحوحة وقهاوي وتينه وخيره وكل امور الدنيا كلها عنده واللي يشوف ها واللي يشوف هذا التين طال عمرك واللي يشوف هالتين بوي لا تين زيد ولا تين عبيد ما شاء الله عمار 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 يا دار الطيب هذا تين يا ابو ظبي هذا تين العاصمه تين العاصمه عاصمه الخير عاصمه الفلاح عاصمه الطيبين هذا انتاجها هذا اقول لك ابو ظبي لو بترزون فيها لو بترز فيها مربعه اصبحت الصبح خضراء قدره غادر وهذا اللي تبونه كله بتلقطون قهوة المشاهير عند هذا شيخ المشاهير الله يطول عمرك طال عمرك ويزاك الله الجنة طال عمرك يا هذا المكان اسمه منشم للعود والعطور وراعيته راعية الدار وعندها أشياء مميزة وهذا طالت عماركم محلها رقم 53 كورنر مميز وهذا بعد 54 عنده القفاطين وعنده الثياب وعنده المغربي وعنده الوطني وعنده كل شيء شو اسمك انت؟ شكرا يا هشام وهذا بعد 65 بعد عود وعطور ومراش وكل شيء هم كبرهم زينين وهذا ها اللي ممكن تبى خلاقين هذا بغيته قطن ويل سويسري شيء مضرب شيء مفصول شيء ترتر كل عند هذا ها هذا ها هذا عنده كل شيء هذا هذا ولا ايه قول
ايش اسمك انتي؟ سلامة. سلامة. وانتي؟ شمي. قولي تشيز. تشيز. وين برسج؟ واحد. دلي تشوفونه محل كله بثياب مغربيات ورقمه 90 وهذا 91 فاضي، هذا ما في شيء. اما هذا طالت اعماركم كل زيوت. عليكم السلام. هذا زيوت مال انديا. مال وين؟ هندي بابا. اندي. هذا اندي. شو اسمه نام؟ هذا بيتا هارباس. بيتا هارباس. ها شوفها كلها اعشاب. ها شوفها. ها اللي ما اعرف. اصبر اصبر اصبري اصبري طال عمرك. ها اللي تبوي شعرها قطاقط تغدي هالنمونه، شعرها بنك تغدي هالنمونه، قرعه تغدي هالنمونه، اسلاك وايرات كلي غدي هالنمونه. ابدا هذا هذا وها محاليل عندها. الله 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 الله. ها صوب صوب تبوي صوب مره حاضرين بتصورين وياي منو؟ انا غزاله الضب حرب الشامسي. والله مليار والنعم. يا مرحبا بنت الضب. لا خلا لا عندك في التلفزيون من كم من يوم اتكلم عن الثوب الميزع. ما خبروني. تكلمت عن الثوب الميزع، تكلمت عن الدخول مال الاتحاد النسائي. والله اي والله ما حد خبرني. والله كم من يوم انا ظاهرين هناك مرتزه فوق. واغمي ليتي شفتك وانت مرتزه. ايه والله شوف هذا هذا ها شوف هاي اليوم قول البولصي والبولصي هذا هاي لبسه البولصي. تشوفونه ما شاء الله علي. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسلمك. وين محلك؟ شو عندك هناك؟ عندي ثياب. هذا محلها. عندها ثيبان وعندها ابوي كل خير. وهذا رقمها 55 وهذه هي بكبرها. الله 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 الدلع. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله. اي والله وسلام. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. وحين ابو هذا 102 102 عندهم ابوي كل ما لده وطار. مكسرات، بيدام، نخي، بستك، يقط، كامي ميبس، حلول، يعد كل شيء. ها عندنا التين الجبلي السوري فريش مال بلودان، وعندنا اللوز المشوي على الحطب، عندنا جميع انواع المكسرات الشاميه والفواكه المجففه، وعندنا ملابن، وعندنا جميع انواع البذورات والاعشاب. زين دور انت هناك حق تظهر زين في التصوير. عندنا عدنا وعدنا عدنا انزين. هذا مش مجفف، جميع انواع الفواكه المجففه. هي وليش تصير تعال ياي انت بكبرك. هي الحين الحين تكلم. عد اللي عديته مره ثانيه. عندنا جميع انواع المكسرات الشعبيه. عندك الستر وعندك العافيه اللي احسن عن كل شيء. هذا ابوي محلهم 102 اللي عد عده واللي ما عد لا حول ولا قوه. هذا محل 104 كل مخاوير وعلى فكره اسعارهم كلها موالمه. تبي تصورين ولا هاي ابوي ما عندها مشكله في التصوير. بارك السلام عليك. ايش حالك بنتي؟ ها شو عندك؟ الهلال الاماراتي للعسل والاعشاب. هذا ها انواع العسل. هاي انواع العسل. كريمات البشره. هي نعم انواع العسل ومحطات العسل. عندنا زيوت كل شيء ابوي عندهم. هذا بوته 105 الهلال الاماراتي. وهذا هاي جالس وراي معذرتك. شو بلا احنا نصورك بس. واحنا نصور يا اخونا حالي عزيز وغالي. هذا بنحب. ها صورت اول ما صورت صورت مكانك. اول ما صورت مكانك. بارك الله فيكم. ابوي المكان خلطات الكويت. وهذا الرجال ما شاء الله عليه جاي بخلطاته وكل ما يعرف. عنده فضبي عيونك ابو سنيده ما يقصر. يعلك تسلم يعلك تسلم. هذا ابوي عندهم خلطات الكويت. عندهم بغيت دخون بغيت مقرص بغيت وهذا وها عود والبان بخلطات وعطوراته. اغليك. ها اغليك اغليك اغليك. مراش عنده والدخون عنده وكل شيء عنده. هذاك ناقم العرب حتى ما رد السلام. بنية هذه طالت عماركم مصور وياها كم سنة؟ 5 سنين. من 5 سنين. وحين هاي هني كانت ياهل وحين ما شاء الله عليها حرم الله يحفظها. شكرا جزيلا. وهذا شو يقول لك ترى هاي الريال؟ شو تعرفه؟ صالون العافية. شايف انك في صالون العافية. ايه حمام العافية. الحمام مال العيد. اوكي بسوق لك حلولي 500 تبع عليك في الشهر. خيبة 500 في الشهر. عروس 500 في الشهر. ما تبغى مصروف زيادة. خلاص خلاص خلاص. يلا يلا اخطف صلاح. هذا نها هنتين تبع هاي وهايك. تعالي انت وين صرتي منك ماشي تعالي. ها
هنتين حينا وين تبى منهن؟ ها؟ الشرطة بيخبر عليه الشرطة. ليه صلاح تخبر عليه الشرطة؟ ليه صلاح؟ شو ماكل حلال أبوه؟ بليش تخبر عليها الشرطة؟ حلوة وفنانة. سير. يعان أنت؟ إيه. يلا توكل على الله. يلا مع السلامة صلاح. ايس كريم عنده. يلا يلا تعال خلينا نطالع. السلام عليكم. عليكم السلام. شو عندكم؟ شو منتج؟ انا عندي انا مبدياية. انا مبدياية. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني انا ايس كريمي شكل المبدياية. هذه ورشة دياية. ايه لكن مبدياية. مبدياية ايس كريم. ايوه سبحان. ونحط لها ثلاث صوصات. عندنا مب مايونيز. ها. وعندنا مب باربيكيو صوص. وعندنا مب كاتشب. شو عاد هذا كله عبارة؟ هذا ايس كريم فانيلا شكله شكل الدياي. ونحط له ثلاث صوصات مال الايس كريم. ولا كانهن لا لا مايونيز ولا كاتشب بالضبط. شوف ولا باربيكيو صوص. ولا باربيكيو صوص. نعم. يلا نعم. يلا طعمينا منه. حاضرين ابشر. هذا هذا منتج وهذا مكان. عاد المكس نحن قلنا سووا المكس من كل صوص حطوا لنا. اي نعم. الحين حطت حطيتي شو قبل؟ هذا المب كاتشب. هي. وهذا المب مايونيز. وهذا اللي مب وهذا باربيكيو. مب باربيكيو. لا أيوة. مب باربيكيو عادي شوكلت عادي. هي. وهذا وايت شوكلت وهذا ميكس بيريز فراولة. هذا كله لنا نحن. نعم. طالع. واسم المنتج شو؟ اسمه آيس كريم مب بس كان أنا مب دياية. الله. هذا البوكس مالنا. هذا البوكس مالنا. الجمعات والعائلات. شكرا جزيلا. يا مرحبا بك. هذا أبوي اللي يباهم هذا مكانهم تعالوا لهم وين يكونون. الله يوفقكم إن شاء الله. مية وعشرة كل أنواع تيجان والحيول كل الاكسسوارات عند هذا الرجال. هذا هذا هو اللي عنده هاي رقم 110 وكل الحيول والخواتم لفصوص اللي في الدنيا كلها عنده. وهذا بعد مكان بعد من غير 111 عند عود الدنيا والدين. ها على ما تشوف رقم 111 عندي 100% انت من وين بلادك؟ انا من اسام من الغابه. انا اول في داخل القريه الهنديه مهرجان شيخ زايد. ما كذاب قول والله. والله الحين شوف انا كل ثواني فيديوهات انا ما شاء الله انا اي والله يقول انا روحي قسم روحي تله برا. اي والله انا هذا ها ترى في القريه العالميه هذا كان كله هذا المزرعه ده هاي مزرعه العود الحين ظهر لي داخل. شوف في وايدين في سبيشال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. بوثة رقم 111 وهذا سي تي روز. هذا بعد عند ابوي ملابس مال حريم مال ريايل مال صلاه. وهذا 111 على بعد ما تشوفون بعد المهم كلها اشياء نساء. المهم المعرض معرض شرح. المعرض معرض يستاهل من يجيه. المعرض شرح فنان يجيب السعاده وبهو ما في ضيج ولا في مكان يعني تقول عباس على دباس. طريقة العرض مالهم كلها يعني ما هذا عدال هذا مكان شرح يعني ما بمتراصات المحلات. مكان فيه نفاهة. المكان اللي فيه نفاهة عادة يكون تهويته زينة ونظيف وفنان. شوفوا يلق بكبرة. سوس وبخور. ايوه سوس وبخور. وين السوس وين البخور؟ هذا بخور. هذا السوس وهذا البخور. هذا أيوة. والسوس وين؟ السوس هذا سوس. حرام عليك. شوز شو سوس هذا مكتوب بلاتك مش نب. ها وهذا جواتي. ها ما تشوفون هذا. ها مكان بعد هذا البوث طالت عماركم مال اسمه بافوني. هذا اسمه بافوني وعنده الوان مميزه وشكله اشياء مغاويه. هذا 118 منتي 118 بتلقط عداله شاي بلقيس. هل انت بلقيس؟ نعم. ما شاء الله عليك يا بلقيس ما اقول عن شيء. شاي بلقيس غير عند اي شاي؟ غير عن اي شاي. معقوله؟ لا تمزرين على قطره. هذا شاي بلقيس. شكرا يا بلقيس. هذا شاي بلقيس وهذا مكانها وهذا بوثها بين 119 و 118 يعني انت 117. الكرك عندي مميز وتشوفي نكهه هي موجوده حصريه بتحصلها عندي. وهذا ابوي ترتيبه. شكرا بنتي.
الأستاذ الفاضل ناعم المنصوري. كيف حالك يا خالتي؟ كيف أنت؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. منور خليفة. الله يبارك. منور خليفة. منور أول بالي بالاسم اللي هي مناطة فيه ومنورة بوجودكم أنت. وجودك في هذا العرض. نعم وجودك أنت فدي فنان. بالعكس هذا شيء طيب. الله يطول بعمرك. مشكور ما قصرت على هالتغطية. جزاك الله خير طال عمرك. هناك بعد ما نجي ما يهمك. الحين بنسير لهم. إي أنا توني مخلصة. جزاك الله خير. مشكور. شاطرين واللي ما بيقول اسمه بمسح الفيديو. شو اسمك؟ حمد. وانت؟ احمد. وانا شو اسمي؟ خالد. الخالد. اشكر عن ابوك حبيبي. يا مرحبا. كيف الحال؟ كيف انت؟ هذا ابوي عود بوتيك. اول ما تدخل من البوابه الرئيسيه اول ما تجبل على ريحه العود وريحه العطورات الفنانه. هذا مكانهم وهذا موقعهم عند هالريال المميز. وكل شيء فنان مرتب ومعدل بتلقطون في اول بوث. الله يواليك العافيه. شكرا. طالت عماركم عنده سمعتوه المقمش والمقمش. هذا المقمش. هذا المقمش. هذا المقمش. ما زال المقمش على الزينين. وهذا كرتم وهذا موقعهم. عقود وقماش وختم ودنيا. وهذا مكان كامل كل ميكابات. كل عطور بعد؟ ما كذبت. وين العطور؟ كل ميك اب. هناك العطور وهذا الميكابات. هذا طالت عماركم ابو ظبي. ابو ظبي للقهوه. وفي ابو ظبي شفت ابو ظبي يمشي ويمشي بالعدال. ما ادري وحش ولا ربي يا ناس من له الغزال. وهذا الرجال هالفنان هو اللي بيفني لنا. عطنا له فنيال واحد طال عمرك. وهذه صور حياه زايد. الله يطول عمر الشيخ خليفه زايد حياه شخبور رحمه الله عليهم اجمعين. ويحفظ ان شاء الله الشيخ خليفه ويطول بعمره يمد بجله هو وعياله واخوانه يا ربي. ولا يخلينا لا منهم ولا من اسمهم يا رب العالمين. حفظ هالدار ومن سكن فيها من كل شر ضر. ذاك المدخل وهذا المخرج. دخلنا منك وظهرنا مني. هذا ابو يستان عندهم منتج كلن يصيح والعرب كلها ضرابع عدالهم. كل الناس تي وتاخذ منه وكل الناس يمدحون مكانهم مميز وعلى الزاوية مرة. وهذا مكانهم يسمون الملكي. مهم أجواء عائلية أجواء جميلة. الناس كلها فرحانة. الناس كلها مبسوطة. ولازم الكل منكم والجميع يجي هالمكان المميز. مكان شرح. سمعتوا بي يعني يوم يقول لكم مكان شرح؟ أنا أعني كل كلمة قلتها. يوم يقول لك المكان شرح يعني شرح جميل. ما بالله جميل. جميل وفي أناسة وفي شراغة وفي مكان في بحبوحة. مكان مبحبح كشف نف. في سمعتوا المكان يقول مكان فيه نفاهة. هذا المكان اللي فيه نفاهة. وفي أكبر سيف يوجد على مر الزمان والتاريخ أكثر عن 20 متر طوله. حياتكم شفتوا سيف 20 متر؟ هذا 20 متر. وهذه راعية برجر مواطنة. وهاك راعي الاسكريم بعد مواطن. وكلهم هل الدار مشاريع ناجحة ما شاء الله عليهم وفنانين. راعية البرجر اللي إذا ما اللي ما بتظهر منكم لا تر لا تجلب وجهها. راعية البرجر قالت بترمس. لكن بعد ما صوت شو بيعرفونه؟ صوت أم كلثوم يعني ما شاء الله. والله بعد أنت غير نمونة. ها تسوي برجر وتسوي هوت دوغ وهذا أبوي هاي اللي يبيع. بس وعندها الشاي وعندها ما أدري شو وعندها كل أمور الدنيا كلها. ولام أبوي بنات عمها كلهن وتطعمهن بلاش. وشوفوا كم ملايمات. ما خلن شيء ما سرطنه. ما أقول عن كل شيء. لايمن الدنيا كلها. وين بتضعفن؟ ما بيضعفن أبوي. تزج كن برجر 24 ساعة. هذا ترى مكانها أول ما تدبلونها من المدخل الرئيسي سيد عند راعية البرجر. أسرطن ودخلن داخل. طالت عماركم أسكريم بولندي. مشارك في أكسبو في ذمة الرجال هذا مبارك العامري. هو لي قال لي أسكريم بول. الله هل هذا بكبره؟ الله أكبر. أنت أبوك بكبرك فنان. What's the name of your ice cream? Sorry. Name for the ice cream? Milky ice. Milky ice. Milky ice from, milky ice from? Poland. هذا بشارك في أكسبو ويا يحينا. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Hi, girls. لا هذاك ما بجيلز. هاي واحدة ما بتجيل. Hi. Hi, guys. How are you? What's your name? Vanessa. Vanessa. ها ما شاء الله. أنت your name? Yanina. Yanina. وأنتي؟ Tana. Tana. And you? My name's Adam.
هلا بارك الله فيك. And my name is خالد. Nice to meet you. Thank you. اسمها ما صورها. شو اسمك؟ وانا اسمي خالد يا عليا. Thank you. الحاضر يخبر الغايب، والساير يخبر اللي جاي، والواجف يوصل الخبر للي يالس، واللي يالس يخبر الخبر للي راقد، وحتى اللي بطايح على ينبه، واللي متدايع، والنودان والغرقان والمسافر والساير والياي. الخيمة بعدها بويبة تمتغط لين قرب العيد، اللي تبونه كله حتى عقب العيد. يقول عقب العيد غرب الله تبقى لين ثلاثة خمسة. ها الرجال يقول لي ثلاثة خمسة عافيدة كان صدق ولا كذب، لكن 99% صدق. هب هالطويل ما شاء الله. This is for me. I will try it. Why not? الله أكبر. قطو فارن بمصير. يلا. نورها. محل بيضاء. محمد شكرا للحضور وشكرا للدعم وشكرا لتواجدك وشكرا لحضورك هاي الخيمة الرمضانية المميزة. انت سيدة اعمال وسيدة واجب وسيدة مشاركة في كل الانجازات اللي في الدولة. الله يحفظك يطول بعمرك. لا يخلينا منك يا ام محمد. الله يخليك ان شاء الله. تحياتي لك وللأسرة الكريمة. ودي السلام لا خليت منك. والله والنعم. وشو انا شي خصني تقولي لي هالكلام؟ الحمادي شو هالكوفي المميز؟ شو هالمكان اصلا المميز؟ انت اصلا ما اخذ الصدارة هذا من الباب للمحراب. ها هذا ابويه الحمادي. كيف حالك؟ كيف انت الحمادي؟ رأينا شو عندك او كوفيكم عبارة عن شو؟ ثالث بشركة كوفي. اها هوا سويت. المهم كل شيء فنان بتلقطون عنده. هذا ابو شو اسمه هو كوفيكم؟ ها بيتال. هذا بيتال بكوفي. هذا اللي بيجي اول ما بيجي يدخل هني عندهم. وهذا هو هذا عندنا سويت وكوفي. وهذه قصايد طال عمرك كلها قصايد شيخ زايد. الله يغفر له ان شاء الله. الله يرحمه ان شاء الله. محمد بن سالم يا مرحبا بالجيران ما شاء الله علي على الله يبلغكم ان شاء الله في معرس. يا مرحبا يا مرحبا بالزين. يي حافظ انا قايل لكم يوم بيكون السحور شيء مميز بصور شحوم والحوم لو يكون شو انا ما بصور اصور شيء المميز. اليوم هذا المميز. هذا راس الكنعد. هذا الراس ها هذا شدغ واحد اصطار واحد. الاصطار الثاني ما يندرى منه صادره لكن اصطار هذا اصطار واحد منهم. وهذا هذا صيد الله يسلمكم ابو عبد الله. صيد من هذا؟ ايه هذا صيد الشيبه بن سعيد القبيسي. هذا هذا صيده. لا ما كذبك. ايه هذا ها هذا الجنعد. وهذا طالت عماركم زبيدي. زبيدي عاد ما ادري وين جايينهم. هذا حد مطرش لهم مطرش لهم من هالزبيدي فنانة. حد جايينهم عند حد. ولهذا شغلهم هم. ولهذا حد مطرش من الكويت. شوفوا حد يقول لك والله فالق حصبة. هذه يطرونها. اين الجنعد العودة؟ هاي يقولون والله فلان فالق حصبة. ها مش حمدته. هذه هي حصبة. يوم يقولون فالق حصبة هذه الحصبة. هاي عقونها مصير يومين. لكن هذه هي الحصبة. شحمت العين. هاي شحمت العين. هاي اللي هي اللي وراها العافية. اللي يطرونه بالحصواطر بالحصواطر. هذا ها. هذا بالحصواطر. هذا ييك تحت الشدغ بين الغنقون وبين اصطار هالكنعد. هذا ها. هذا هذا هو اللي يجيب العافية. هذا ها ها ها. هذا ما ياكلون ويا عيش. هذا ممنوع. تاكل روحه. تاكل روحه. سمعتوا ابو يوهر بيوهر بيوهر والنكنيم الخاص يسمون الشام به. لكن هو محمد اسمه محمد الاصلي. لكن النكنيم اللي مشهور في شام بي وشام بي شام بي شام بي بيوهر بيوهر. هذا هو هذا بيوهر المعروف على سن ورمح صديق طفولة من يوم نحن يهال. هذا أنا وياه من يوم نحن يهال. خير خدوم طيب أخلاق يعني خدمك بعينه ومقل عينه بعد. هذا اللي تشوفونه هذا أبو يوهر. سمعنا أن جايتنكم دعوة. دعوة تو جايتنكم من وين؟ من قشة. من قشة نعم. على فطور.
نعم. متى هذا؟ هذا الأسبوع الجاي إن شاء الله. والدعوة من وين جاي تنكر؟ من الشباب أنا من هالدلمة. هي هذا الزين. حق محمد سالم. محمد سالم ما بيصير. هذا بيصير. بيصير؟ ما بيصير. ليه ما بيصير؟ هذا محمد سالم بيصير. هذا محمد بن سالم. هذا بيصير إن شاء الله. زين. واللي منو اللي ما بيصير؟ والله اللي بيصير الدعوة مفتوحة. واللي هب ساير؟ اللي هب ساير الله. عليه الرب حافظ. نعم نفس موقعنا العامي وين فطرنا؟ إن شاء الله. في قشة. في قشة نعم. إن شاء الله. متى هذا؟ الجمعة ولا السبت؟ الجاي ولا هذا؟ لا هذا. دورة. هي لا هذا الجاي. يعني عقب أسبوع. عقب أسبوع. إذا الله جعلنا. إن شاء الله. إن شاء الله. الملاقاه في قشة. قرب شو؟ قرب ال هاي البرقية. البرقية. شيب شيب. لا جاي. دون صحيح. دون على شيء. هلا ابو محمد. هذا ابو يوهر طارق عماركم اعز اصدقائنا اللي رابين وياهم. نعم هذا اهليه نحن صحيح. ايران هم نحن اول بيت في الفريج وهم اخر بيت. نعم في الشا... يعني الاول البيوت البيوت متراصه هذا عدال هذا بين كل بيت وبيت سكه. صدق نعم. اي وهذا بيتهم ابوي حياه امه مسكر السكه مسوي فيها زرب هوش. لا 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 ليش؟ لا لا بعد لا ما كان ربي هوش. بعد لا لا ليه من قال الله اكبر قسما بالله لا تحلف الله بيتكم والله العظيم دين تزايد. اي نعم بيبقى الله بكم وبيت قومبو ست. هي نعم ماشي ايش قال بينكم بيت قومبو ست ماشي سكة بيننا وبينهم لك مسكرة ولا شيء حل بيننا وبيت حياة العمل هي ماشي لا مسكر السكة ولا شيء ومريام همني يا مريام يدتي إيه إيه لأنك صح وأنت غلط. كانت أيام جميلة وحلوة وفنانة ومن أغرب الأسامي اللي توجد اللي فيك أنت يا أبو ظبي اسم حياة والدته. والدته أم 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 الفريج بكبرة أم صدقاننا وأم أهلنا وأم إخواننا وخواتنا رحمة الله عليهم كلهم أجمعين. أمه رحمة الله عليها اسمها انتيفة بنت جوهر. انتيفة بنت جوهر. انتيفة انتيفة بحياتكم سمعتوا حرمة اسمها انتيفة حياة انتيفة وكانت فنانة وخدوم وتحب الناس كلها وكل اللي يحلف براسها لدرجة أنا أبو يوهر شو مسجل لنا في التليفون شو بعد شو مسجل لك شو بعد ولد حياة انتيفة ولد حياة انتيفة والله يزيدني شرب محمد اي والله نعم يزيدني نعم شرب. يا سعد حظك بهاي الكلمة رحمة الله عليها وما قصرت على فقولوا آمين الله يغفر لها ويرحمها نعم في الأيام الفضيلة نعم في الأيام الفضيلة رحمة الله عليها جميع هي جميع وحياة حياه الأموات كلها ما نعم بين نعم حد نعم فلان نعم وعلان نعم كان الله يرحم الوالد ويرحم أمواتنا أجمعين 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 يخليك إن شاء الله آمين أبو محمد نعم أنا لي سؤال تفضل أسألك سؤال وشو قصة يوم تسولف 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 وتجيب هاي الكلمة ولمراد لمراد يعني بما معنى الخلاصة خلاصة الخلاصة أفكر ما تقول لمراد أنكم دائم دائم سالمين مال محمد عبده هي هاي النساء تضرب هاي لازم شوي شوف شوف أنت شوف شوف أنت الوجه شوف الوجه شوف محلاتنا أنا وأنت ما شاء الله علينا الله يسلمك هذا الله يسلمكم هالميلس وهالمكان هذا المكان يجمع الناس اللي ما شفناهم من سنين في هذا المكان وهذا نعم. استوى اللقاء ونفس القاعدة هذه نعم. قبل 6 سنوات أول ما طاح لسناب جيتنا وكان هاي تفيزيرته هو وجيتنا تفيزيرته النمون عداله سبحان الله وابدنا يوم طالعت عمري طالعته هو قلت لا إله إلا الله يا ويلك ما أقول لا تقول فهموهم مقولة مقولة قديمة من زمان الناس كلها ما نكملها ما نقولها يا ويلك ما كان بيحاربون لا بشاكيك انا بشاكيك الخيب المهم المهم لا 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 ما بقول ما بقول ما بقول والله ما اقول قل الامراض الامراض ان نقاط هي ياسمين اخر شيء ياسمين لا اول شيء اللي اسمها ما ينطرى والله يا ويلك حال على ياسمين هي ما بقول ما بقول